بيت البلاد من القمح الليل في إطار صفقات عن طريق التفاوض المباشر وبأسعار تفاضلية أيضا، وزيادة في نسق تزويد المطاحن بنسبة 10% منذ شهر أبريل. هذا ما تم بالنسبة لتداعيات الحرب. كذلك محاور كبرى لإصلاح منظومة الحبوب هو برنامج اكتفاء ذاتي من مادة قمح الصلب، أي هدف 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم 23. الترفيع أولا في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج بزيادة حوالي 50% بالنسبة للموسم الفارغ، التوسع في المساحات تقريبا 800,000 هكتار مقابل معدل 600,000، توفير بذور الحبوب ممتازة في حدود 450,000 قنطار زيادة هامة، ورفع في طاقة مخابر التحليل على المستوى المركزي والجهوي. أيضا ضمان التزويد من الأسمدة الكيميائية وخاصة مادة الأمونيت ب 250,000 طن أمونيت بالنسبة للسنة القادمة. أيضا تكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين هام جدا، وتطوير طاقة الخزن للحبوب. كذلك إجراءات أفقية تستهدف المنظومات ككل، هو أولا التفرغ التام للمرشدين وإعفائهم من ملف الأعلاف المدعمة. أيضا إحداث سلك خصوصي للمرشدين الفلاحيين والرفع من عدد المرشدين. كذلك دعم آليات التمويل، التمويل الصغير والتمويل الموسمي، والانطلاق في دراسة لتوظيف الأمثل للأراضي الدولية. وأخيرا بالنسبة للإجراءات الأفقية هي مكافحة صيد العشوائي وتنظيم منظومات التن الأحمر والسمك الأزرق. كذلك إنتاج 25,000 طن من بذور بطاطا محلية مثبتة، تم تخصيص 5 ضيعات دولية للإنتاج والإكثار. كذلك تم تخصيص 2.5 مليون دينار لتأهيل محطات تجارب لهذا المشروع. أيضا برنامج الحد من آثار الجفاف في بعض الولايات خاصة على الزيتين، تم اقتراح إنجاز برنامج تدخل جهوي الأصول في سور التواصل الجفاف، يرتكز على إقرار برنامج ري تكميلي مداواة والقيام بعمليات تحسيسية. على المستوى التشريعي إصدار 30 نص قانوني يتعلق بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية، التبسيط إجراءات الدفع وتصدير زيت الزيتون، تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع عمومية ومشاريع إصلاح زراعي وتهيئة عقارية. في الأخير بعض الأرقام بالنسبة للقطاع، ارتفع في نسبة نمو القطاع الفلاحي ب 3.3% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بالسنة 21. تقديرات إنتاج الحبوب بالنسبة للسنة الموسم الحالي هو ب 18 مليون قنطار، أي بنسبة نمو 10% بالنسبة للسنة الفارقة. نسبة نمو الصادرات الفلاحية الغذائية خلال الأربع أشهر الأولى تقدر بحوالي 27% مقارنة بنفس الفترة السنة الفارقة، ونسبة نمو الواردات الفلاحية والغذائية خلال الأربع أشهر الأولى تقدر ب 30% مقارنة بنسبة السنة الفارقة. وأخيرا نسبة نمو الاستثمارات الفلاحية المصادقة من طرف وكالة الاستثمار خلال الأربع أشهر الأولى مقارنة بالسنة الماضية ب 120% زيادة، وتقريبا 140 مليون دينار. مع الشكر.